عبد الرحمن طفل جزائري في السنة الثالثة من عمره يرتل القرآن ويحفظه دون أن يقرأه في الكتاب الكريم. لعبد الرحمن قدرة رهيبة في استيعاب جميع السور القرآنية وتلاوتها بلسان طليق. فمنذ أن رأى عبد الرحمن نور الدنيا وهو يواظب على ترديد آيات بينات من الذكر الحكيم يوميا، رغم أنه كان يعاني من مشاكل في النطق كغيره من الأطفال. عموما بطلنا عبد الرحمن دخل إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية، فكان أصغر حافظ لكتاب الله عز وجل في العالم. إلى الجزائر. عبد الرحمن 3 سنوات، الطفل المعجزة النابغة القرآنية، حباه الله بصوت رنان يرتل القرآن ترتيلا، يحفظ عن ظهر قلب ما تيسر من السور الطوال حبا متراكبا دون قراءة أو تمحيص ولا أخطاء في قواعد التلاوة أو الخلط بين السور القرآنية والآيات. قدرة عجيبة في الحفظ واختزال كلام المصطفى والمولى عز وجل. أخذتنا الدهشة وسكنتنا الحيرة حينما علمنا أن عبد الرحمن يرتل القرآن بهذه البراعة، بالرغم من أنه تأخر عن النطق لمدة 2 سنين، ولما فكت عقدة لسانه نطق بصورة الكهف دون تكلف أو إجهاد في مخارج الحروف. والسماء والطارق وما مستقر إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه يلتزم في تلاوته الاستعادة من الشيطان الرجيم واحترام أغلب أحكام المد في التلاوة، ولا يفوت عبد الرحمن الصلاة والسلام على النبي محمد الكريم عند ذكره. أما دعاء ختم القرآن فهو مهضوم بالنسبة إليها غير منقوص. بعض من أسرار هذه الموهبة الربانية أن والدة عبد الرحمن وهو في بطنها توحمت على سورة الكهف، كانت مواظبة على قراءتها يوميا، تشعر بالراحة والطمأنينة ما إن تفرغ منها. ولا يستبعد والد عبد الرحمن أن يكون قرة عينيها قد تأثر بسماع القرآن قبل أن يرى نور الدنيا. السن اللي فيه ما تلقى حافظ، يعني مثلا سورة الكهف وسورة مريم ولقمان وتبارك والمعارج وجزء عامة، يعني من عما يتسألون حتى القضاء والناس، يعني حاجة يعني هذه ربانية. الملاك الحافظ لكتاب الله لم يرتد مدرسة قرآنية ولا مسجدا، لا تفارقه المعوذتين ولا ينام قبل أن يقرأ الأذكار. توج عبد الرحمن بلقب فارس القرآن الكريم في الجزائر، وببرنوس ذهبي ألبسه إياه مقرئ المسجد الأقصى الشيخ محمد رشاد الشريف. بين نفسه دوما آيات من الذكر الحكيم، وفي قلبه حب للرسول الكريم، وفي وجدانه إيمان عميق بالعلي العليم. سبحان من خلق فأبدع الخلق. حفظ الله عبد الرحمن ورعاه. رفيق بخوشة لـ MBC في أسبوع الجزائر.